مساء النور الحبيبات ديالي الوردات الفنات الغزالات، كي دايرين لاباس عليكم؟ اليوم جيت نصور معكم زيت الخرقوم اللي لقات نجاح كبير الحمد لله، واخا شرحتها لكم والاغلبيه ما عرفش الطريقه، دابا انا تسالات ليا وجيت نقادها. خليكم معايا اجي نشوفوا الطريقه. عندنا كاس ديال زيت العود اللي هي زيت البلديه، عندنا معلقه ديال الخرقوم البلدي. ملي كنقول الخرقوم البلدي يعني الخرقوم ديال الجميل ماشي ديال الطياب. نديرو على البوطه على نار مهيله حتى يبدا يطبخ معانا، ومن بعد نزولوه من فوق البوطه. عاد نقول لكم الطريقه، نخليو زيت الخرقوم. دابا كيف كتشوفوا ها هو بدا كيطبخ مزيان، دابا غادي نحيدوه. دابا كنديرو في القريعه اللي كانت فيها الخبز ليا والتسالي ديالها. زويته ديالنا ها هي، كنخمروها ديال الكاميرا، من بعد كنستعملها لوجه ديالنا الناس اللي عندهم الحبوب لي طاج وعندهم تصبغات والكلب ديال الولاده والكلب ديال الشمس. او بالصحه والراحه.